تمام نفتح ريكورد. وفي حد بيسد؟ تمام، وفي واحد فتح. دلوقتي المنظر اللي قدامك دوت ده اول نوع من انواع البلتات اللي موجوده، اللي احنا قلنا عليه الفلات بلت او السير المبطط او السير العدل. لو انت جيت بصيت كده تلاقي ان الكروس سكشن بتاعه اهو دي تيكنس كده زي ما قلت قبل كده، ان هو بيبقى مستطيل كده وخلاص. المنظر الثاني اللي قدامنا ده اللي هو مين بقى؟ الفيبلت. ده الفيبلت. والفيبلت لو انا بتكلم في الطرة اللي قدامك دي المفروض ان فيها كام بلت راكب؟ ثلاثة دو. ثلاثة. دي برضو ثلاثة. او اربعة. ماشي. اربعة. دي اربعة لكن التانية دي ثلاثة. وده الشكل بتاع المقطع بتاع الفي بلت اللي المفروض ممكن يبقى موجود بالنسبه لنا. وقلت المره اللي فاتت البلت الاولاني والبلت الثاني المره اللي فاتت بينقل ما بين البلت والبولي من خلال ايه بقى؟ فريكشن، الاحتكاك. هنا الموضوع مختلف. هنا التايمنج بلت او سيرف كاتينا ما عندوش اي احتكاك. هو خد الفكره شويه بتاعت التروس، فلو انت خدت بالك هتلاقي ان البولي نفسها هنا فيها اسنان اهي، البولي نفسها هنا فيها اسنان اهي، ونفس السنان موجوده على السير، وستيل السير معمول من رابر. يعني احنا قدرنا نخلق السنان اللي موجوده دي. اما نشرح بقى الحته بتاعه التايمنج بلت نقول دي شكلها عامل ازاي او دي معموله على كده ازاي. ده برضو شكل تايمنج بلت راكب. انا لو بصيت هنا على الحته دي احس انه تيرس، لكن طالما احنا مركبين عليه الشريط ده اللي هو البلت وباين اهو السنان بتاعه البلت من هنا، يبقى انا اكن برضو بتكلم في تايمنج بلت الموجود اللي هو نو سليبنج. من اول هنا بقى خلاص انا بتكلم على الحاجات اللي هي شغاله بفريكشن. عشان كده لو تاخد بالك مكتوب في اللحظه اللي قدامك ديت بنقول ان اللي بينقل ما بين نعم هو في التايمنج بيلت، البيلت اللي اسمها بولي ولا اسمها جير اللي راكبه على البيلت؟ اما اشرح التايمنج بيلت اللي شاء الله هنقول اسمها ايه. اسالوني يا جماعه في اللي انا بقوله، يعني انا دلوقتي بقفل الجي بيلت اللي موجود. ما نشرح التايمنج بيلت هنشوف شكلها عامل هنا الحته. لو انا جيت بصيت في الحته كل اللي انا عايز اقوله هي بس التايمنج بيلت في كل السلايد اللي قدامك دي. التايمنج بيلت في كل السلايد اللي قدامك دي ملوش غير الاثنين سلايد دول، دي ودي. ملوش غير الاثنين سلايد دول، سلايد رقم أربعة وسلايد رقم خمسة بس. لكن كل الدنيا طالما بتتكلم بالفريكشن واحنا بنتكلم في الفلات بيلت وبنتكلم في الفي بيلت، وزي ما قلت المره اللي فاتت احنا عملنا سليكشن للفي بيلت وما لناش دعوه بالايه بالفلات بيلت، لكن احنا بنتكلم ككونسبت فقط. بص بقى المنظر ده كده. البول اللي طالعه الزياده دي بتعمل ايه؟ مش ده الجلاس اللي بيخليهم يضموا على بعض؟ زودت الكونتاكت ياري. زودت الكونتاكت انجل على الطرف الصغيره والطرف الكبيره. بس احنا زي ما قلنا احنا هممنا الحته بتاعه الطرف الصغيره، يعني عشان خاطر هي الطرف الصغيره اللي بتنقل. طب هي يعني ايه ايدلر بولي ويعني ايه بولي؟ يعني امتى يعني بولي بولي وفي ايدلر بولي؟ الايدلر بولي دي موجوده في النص ما بتعملش حاجه غير ان هي بس بتخلي البلت ما تحافظ على الانجل دي. مفيش باور بتتنقل ما بين البولي والعمود اللي راكب عليها دي لو ايدلر بولي. ايه ده؟ يعني مفيش خبور زي ما انا متعود؟ لا، يعني البولي دي بس كده بتلف ايوه، ومتشاله بس كده على العمود ايوه. لكن البولي اللي زي البولي اللي قدامك اللي على اليمين واللي على الشمال
اللي هي اللي بغرض منها تنقل باور، تلاقيها راكبه على العمود والعمود ده تحت خابور، واما العمود بيدور البولي، يا يعني البولي بتدور العمود على حسب الخابور. فقصه الايدلر بولي هنا هي ايدلر ليه؟ هي مش داخله تسحب باور. هي ايدلر ليه؟ هي مش داخله تسحب باور، هي داخله تزود الكونتاكت انجل من طرف، مش ينفع تزوده من طرفين زي ما هنشوف كمان شويه. فانت لما بتزود الكونتاكت انجل اللي موجوده معناه ان احتمالات السليبنج بتاعتك بتقل، معنى كده ان كميه الباور اللي انت تقدر تنقلها كميه عاليه، معنى كده ان كميه الباور اللي انت تقدر تنقلها كميه عاليه. ده الجزء الاولاني. دي الفيتشرز بتاعت البيلت درايف. وزي ما قلت خلاص ماليش دعوه دلوقتي اللي انا حكيت فيها المره اللي فاتت، انا ما قلت زي ما قلت احنا مالناش دعوه بالتايمينج بيلت غير بالاثنين سلايد اللي قلته. فبرضو دي الفيتشر اللي اتقالت المره اللي فاتت وبتتكلم على الفريكشن بس. حته دي من الحتت اللي محتاجه سعادتك تبقى فاهم كويس فيها. باور ترانسميشن اوف ابيلت، الكلمه دي انت سمعت عنها قبل كده؟ يعني بريلود زي الاف انيشال كده ولا ايه؟ ما هو الانيشال تنشن ليه اسم تاني اسمه البريلود. هو الانيشال تنشن ليه اسم تاني اسمه البريلود. يعني انا ممكن اقول لك فايند الانيشال تنشن بتاع المسمار، زي ما انا ممكن اقول لك فايند البريلود بتاعت المسمار. طب الفكره كلها في ايه؟ زي اي حاجه في الدنيا. يعني زي حاجه في اي حاجه في الدنيا، يعني انا دلوقتي لو انا بتكلم في ان انا عندي الكتله اللي هم وضعوا دماغنا فيها زمان، وقال لك ان لو دي وزنها ار يبقى الفريكشن هنا كام؟ ميو ار. فانت سعادتك قبل ما بتركب الموتور وقبل ما بتعمل اي حاجه، سعادتك قبل ما بتركب الموتور وقبل ما بتعمل اي حاجه، لو انا جيت بتكلم هو كده ادي بولي، وادي بولي، ورحت حاطط حوالين منهم البلت اهو. احنا لسه لا دورنا ولا عملنا حاجه. هو بيعمل ايه بقى في الضبطه الاولانيه؟ بياخد السنتر دي او السنتر ده الناحيه دي. طب انت ما بتاخد السنتر ده الناحيه دي او بتاخد السنتر ده الناحيه دي انت بتعمل ايه؟ قال لك والله ده انا باجي طالما انت عملت لي القصه دي انت بتزود، بتعمل هنا نورمال فورس نورمال فورس. طب وانت الشد الازرق اللي انت شدته من ناحيه اليمين اما خدت الطاره دي ناحيه اليمين او ما خدت الطاره ناحيه الشمال انت بتعمل ايه؟ انت لسه ما دورتش. لو قطعت هنا، لو قطعت هنا هلاقي ان الحمل بتاعك اللي انت متعود عليه ده قوتين قد بعض بيسميهم البريلود. معنى ان انت عملت الخطوة رقم واحد، معنى ان في تنشن اتولد في السير قبل ما البولي استلف رقم اتنين بولي، معنى ان بقى عندك النورمال فورس اللي لونها اصفر دي. طيب ايه النورمال فورس دي؟ والله النورمال فورس دي اللي هي شبه الار بتاعت زمان. فانت طالما كان عندك كتلة كده، الكتلة ديت مع على سطح طالما فيها ار يبقى اكيد في ميو ار. يبقى انت نعم ولا البولي دي هتلف في الناحية بتاعت واحد، هتلف شمال ولا هحركها مسافة؟ والله انا لا ما باخدها ناحية اليمين بولي واحد، باخدها ناحية اليمين او بولي اتنين باخدها ناحية الشمال عشان اعمل تنشن قبل الدوران وقبل كل حاجة، عشان اعمل تنشن في السير اسمه بريلود. انا ما جيتش ناحية الدوران لسه، انا بقول
لسه ما دورناش. دكتور معلش. ها. وانا ما فهمتش الرسمه بالفورسز اللي عليها، حضرتك ممكن تقولها تاني في السريع؟ انا بقول يا جماعه الطاره ناحيه نمره واحد اتحركت ناحيه اليمين، اما تتحرك ناحيه اليمين بالنسبه للطاره نمره 2 او بالنسبه للطاره اللي على الشمال، او الطاره اللي على الشمال هتتحرك ناحيه الشمال بالنسبه للطاره رقم 1، السير هيحصل فيه ايه؟ هيتشد يا دكتور. هيتشد، الشد اسمه بريلود، بس الشد اللي هيحصل في السير دوت هيولد نورمال فورس ما بين السير وما بين البولي على الكونتاكت انجل بتاعته، النورمال فورس موجوده الناحيه دي وموجوده الناحيه دي. ده اللي انا قلته لسه ما كملتش، النورمال فورس دي هتعمل ايه؟ النورمال فورس ار بقى اللي هي زي اللي موجوده في الاستاتيك اللي موجوده تحت اللي هي الار في الميو ار دي، بتجهز بتارايز، بتجهز ايه؟ بتارايز ايه؟ بتجهز الميو ار. انت عملت النورمال فورس او عملت الار عشان يبقى في فريكشن فورس موجود على المحيط في الكونتاكت انجل اللي ما بين البلت وما بين الطار. ازاي؟ لو انا جيت كده اهو هيبقى دي كده ايه؟ هيبقى دي كده ايه؟ اللي لونها اخضر دي هي الميو ار. احنا دلوقتي مجهزين ايه؟ مجهزين فريكشن فورس ما بين البلت وما بين البولي. ساعتك ساعتك اول ما هتدور الموتور وتيجي مثلا الطاره اللي على الشمال تلف، في فريكشن فورس جاهزه عشان خاطر تنقل الباور من الطاره اللي على الشمال للبلت، فالبلت ابتدى يتحرك، وفي فريكشن فورس جاهزه عشان تنقل الباور اللي موجوده على البلت للطاره اللي موجوده ناحيه اليمين من خلال الكونتاكت انجل بتاعها. دي الفكره ببساطه في الحته بتاعه البلتات عموما. بتكلم على الفي بلت والفلات بيلت اللي هم بيتكلموا بالفريكشن، هتكلم على البلتات عموما. فانت في البدايه انت محتاج تاخد الطاره اللي على اليمين ناحيه اليمين او تاخد الطاره اللي على الشمال ناحيه الشمال، الغرض ان انت تعمل شد في السير قبل الدوران. الشد اللي في السير دوت من الناحيه دي ومن الناحيه دي اسمه بريلود. البريلود هيعمل ايه؟ هيولد نورمال فورس ما بين البلت وما بين البولي ثرو الكونتاكت انجل. النورمال فورس دي هتتحول لفريكشن فورس ما بين البلت وما بين البولي جاهزه، بحيث ان تنقل الباور من البولي للبلت او تنقل الباور من البلت للبولي. الكونسبت كده مفهوم؟ انا فهمت يا دكتور، بس عندي سؤال. اتفضلي. الطاره اللي على اليمين او الطاره اللي على الشمال، ايه اصلا من البدايه اللي هيحركهم ناحيه اليمين او ناحيه الشمال؟ بني ادم ياخد الطاره دي يحركها ناحيه اليمين، او في بني ادم ياخد الطاره دي يحركها ناحيه الشمال. بني ادم، هي مش هتتحرك لوحدها. لو حاجه اوتوميتد تتعمل ازاي؟ احنا ما لسه بنشرح اهو، يعني لسه بنكمل والله، لسه يعني اصبروا عليا يا جماعه. برضو المحاضره اللي فاتت دايما اقول يا جماعه اصبروا عليا، احنا لسه بنفهم مع بعض. كاتب بقى هنا فور ذا تيرم بريلود اهي، ذا تيرم بريلود. انا هنا في الحته بتاعت النون اوبريتنج ستيت، يعني الموتور ما لفش، وبقى في عندي ناحيه اليمين وبقى في عندي ناحيه الشمال. ايه اللي حصل بقى؟ القوه اللي هي دي اللي هي النورمال فورس دي اللي هي النورمال فورس دي اتحولت تحت للفريكشن اللي موجود، بحيث يبقى ساعتها انا جاهز. يلا الطاره بتلف بالفريكشن اللي موجود، بيحصل. هو بقى بيديلك بيفكرك بحاجه كده قلناها، البريلود منتين ده كونتاكت نورمال فورس. طبعا هو قصده النورمال كونتاكت فورس دي اللي هي الفورس دي اختها، منتين الكونتاكت نورمال فورس بتوين ده بيلت فين بقى؟ مره والسيرفس او مره والجروف بتاع البولي.
على حسب ايه؟ لو انت جيت بصيت على حسب دي، الترى اللي على الشمال، الترى اللي على الشمال، الترتين اللي موجودين دول من الناحيتين عاملين كده، يعني دي ممكن تبقى الطرف بتاع دي ودي ممكن تبقى الطرف بتاع دي. فانت من المسقط اللي في النص اللي انت رسمه ده انت بتقول اهو ده الفريكس. طب من المسقط اللي على اليمين الاحتكاك فين بقى؟ قال لك والله انت في بلاك بيلت ولا في بيلت؟ قال لك والله لو انا في بيلت يبقى الاحتكاك كمان بين البيلت والجروف بتاع الفي بيلت اللي هم الاحتكاك هنا ده. لكن لو انت بتتكلم في الحته بتاعه الفلات بيلت الاحتكاك هيبقى موجود هنا. كلمه محتاجها مش عارف يعني اقولها وما اقولهاش بس ابقى قلتها، الكيرفيتشر اللي موجود فوق في البولي، لو دي البولي بتاعتك اهي، الكيرفيتشر ده بيسموه كراون. طبعا طالما البلت البولي فيه كراون معنى كده ان البلت اللي معمول من الرابر هياخد نفس الشكل، معنى كده ان البلت اللي موجود من الرابر هياخد نفس الشكل. الغرض ايه ايام ما كانوا بيعملوه في الفلات بلت درايف؟ الغرض انه بيمنع شويه او بيحد شويه السليبنج اللي ممكن يحصل في الناحيه دي، او السليبنج اللي ممكن يحصل في الناحيه دي اللي احنا سميناه الاكسيال سليبنج. ده موجود فقط، ده موجود فقط في الحته بتاعه الفلات بلت. طبعا الفي بلت هو ليه بقى مش خايف من الحته بتاعه الاكسيال سليبنج؟ عشان هو اصلا على الحرف في، مفيش اكسيال سليبنج عشان في جروب اصلا. عشان في جروب اصلا دي نقطه عايز اقول فيها، ده الحته بتاعه البندنج اللي انا كنت بحكي فيها المره اللي فاتت، وعندي فيها تنشن الحته اللي فوق وعندي فيها كومبريشن الحته اللي تحت، وده المنظر بتاع البلت، وده الكروس سيكشن او دوت السيجما ديستريبيوشن اللي احنا قلنا عليها المره اللي فاتت، وقلنا الجزء اللي فوق بيتشد بيتشد عشان كده بوستيف، وان الجزء اللي تحت بيتضغط. بعد ما قلت بقى ان ده بيتشد وده بيتضغط عملنا ايه بعد كده، او ده ادى لايه بعد كده؟ ظهور نيوترال اكسس ما عليهوش لا شد ولا ضغط. لا لا انا قلت اما شفت ديت دي فرقت معايا في ايه؟ عرفت الجزء اللي معمول عليه تنشن والرابر مش شايل تنشن، فعرفت احط المكان السياخ الستيل فين اساس. اساس هو ده. انت رحت جاي وخدت بقى. بالمناسبه السؤال بتاع المره اللي فاتت يعني يقول لك الدايمتر بتاع البولي منين؟ الدايمتر بتاع البولي بتبقى متقاسه، بس هو بالنسبه لك هو دايمتر بتاع البولي، هو دايمتر بتاع البولي يعني منتهي. لكن الدايمتر بتاع البولي بيقيسوه من البوزيشن بتاع التنسايل كورد دي، بيقيسوه من البوزيشن بتاع التنسايل كورد دي. بس هو بالنسبه لك انت مش هتفرق معاه في حاجه، فانت خلاص الاصطلاح بتاع الدايمتر بتاع البولي هو الدايمتر بتاع البولي. لكن هي الفكره بيبقى متقاسه منين او عارفين مكانها فين؟ هي بتبقى متقاسه لغايه الدايمتر بتاع التنسايل كورد دي، وزي ما قلت لك ممكن يبقى ستيل او ممكن تبقى مواد اخرى، ده نوع من انواع من المواد الاخرى، ممكن تبقى بلاستيك، ممكن تبقى حاجه كده، زي لو شفت حاجه كده اسمها صوف زجاجي، يعني مش لازم يبقى في دماغك ستيل، في مواد اخرى كتيره ممكن تدي لك الشد اللي انت عايزه، في مواد اخرى كتيره ممكن تدي لك الشد اللي انت عايزه. لو كده عايز اقول ايه ثاني؟ من اول هنا، من اول اللي هي سلايد 15 لغايه سلايد رقم 20
دي القصه بتاعت الفورسز دي هتقراها هتلاقي الكلام اللي انا كاتبه ايه مفهوم عشان يتفهم منها مره واحده. دي المعادلات اللي احنا اتفقنا عليها المره اللي فاتت. الاف تي والاف اس هو دايما اثناء خلاص احنا لفينا دايما القوه الكبيره بيسميها الفورس اللي موجوده في التايت سايد، ودايما الفورس الصغيره بنقول ان هي الفورس اللي موجوده في السلاك سايد. فاحنا المره اللي فاتت المعدل اللي قدامك ديت كنا كاتبينها اف 1 على اف 2، ولما جينا هنا كتبنا التور اف 1 ناقص اف 2. ايه الاف 1؟ هي الفورس اللي موجوده في التايت سايد، معناها الفورس اللي موجوده الفورس الكبيره. ايه الاف 2؟ الاف اللي موجوده في السلاك سايد. ايه الفورس اللي هي الاف الصغيره؟ بفكرك تاني بالالفا. الالفا المره اللي فاتت انا سميتها اسمين، ايه هما؟ بيتا والفي بيلت انجل، الكروس سيكشن بيلت انجل او الجروف انجل. الكروس سيكشن بيلت انجل والجروف انجل. في بس حاجه انا خايف منها لو كنا فيها، هي كانت ايه الفاي دي؟ السمول كونتاكت انجل باين. اه بس كنا بنجيبها ازاي بقى زمان؟ يعني 180 ناقص 2 ساين باور نيجاتيف 1 الفا، 2 ساين ماينس 1 دي ماينس دي على 2 سي. 180 ناقص 2 ساين ماينس 1 دي ماينس دي على 2 سي. كان ايه السي بقى؟ بس انا بنفكر السنتر بتاع كل بولي، السنتر ديستنس ما بين التو بوليز، السي السنتر ديستنس ما بين التو بوليز، السي السنتر ديستنس ما بين التو بوليز. ما تنساش بقى ان لو انا ما بعوض بالقانون دوت المفروض انها تطلع بالديجري، وزي ما قلت المره اللي فاتت الفورس الاف تي على الاف اس اللي موجوده ديت الفاي ديت كنا بنعوض عليها المره اللي فاتت بالايه؟ براد راد. فانت بعد ما تحولها تاخدها من ديجري تحولها راد، يعني تضربها في كام؟ باي على 180. باي على 180. باكد لك تاني ان في النون اوبريتنج ستيت الفورس اللي موجوده في البلت البريلود، في النون اوبريتنج ستيت في الجنبين الفورس اللي موجوده في البلت البريلود. معنى ان انت شغلت الموتور معنى ان في شد في السير اكتر من الشد الثاني، بقى عندي في حاجه اسمها سلاك سايد وبقى عندي في حاجه اسمها تايت سايد. الفورس اللي موجوده في التايت سايد هي الفورس الكبيره، الفورس اللي موجوده في السلاك سايد. مش معنى سلاك سايد ان الفورس فيه بزيرو، لا، مش معنى سلاك سايد ان الفورس فيه بزيرو، لا، هنا السلاك سايد معناها ان الفورس فيها اقل من الفورس اللي موجوده الناحيه الثانيه. احنا ما قلنا لكش هنا عوض على طول بالاف 2 بزيرو، ما بقى لو السلاك سايد بزيرو ما قلنا لكش عوض هنا بزيرو، ويا سلام بقى لو انت كتبت لي هنا كمان ان الاف 2 بزيرو، بقت اي حاجه بزيرو بانفينيتي، بقت اي حاجه بزيرو على زيرو بانفينيتي راحت بالسلام. فانا بتاكد ثاني البريلود في النون اوبريتنج ستيت، والكل حته شايفه البريلود، لكن في الاوبريتنج ستيت الفورس في اليمه دي غير الفورس في اليمه دي. الفورس في الناحيه بتاعه التايت سايت اكبر، الفورس في الناحيه بتاعه السلاك سايت اقل. خدوا بالكم من النقطه دي يا دكتور. اتفضل. في المعادله بتاعه الاف تي على الاف اس حضرتك قسمت الميو على ساين الفا على الاثنين، ليه؟ عشان زاويه الميل، ما دي كلها الفا تبقى دي الفا على الاثنين.
تمام، يعني انا في لما اقعد في القانون اي باور اقسم الميو على ساين الفا على الاثنين. ايوه المره اللي فاتت بقى قلنا في عندنا كام بيلت ستريس، عايزك بس تاخد بالك من نقطه الشكل اللي قدام برزنتيشن بتاع البيلت ستريس اندر لود. فين اللود؟ هو الحمل اللي هو معلقه ده ومطلعه فوق ده، هو ده اللود. يعني اكن الموتور اللي راكب اللي ورا ده الموتور، بالطرة اللي راكبه على نفس العمود البولي، اما بتلف بتدور السير كل الغرض من دوران السير ان انت ترفع اللود لفوق. فالجزء الاولاني من الاوبريتنج اهو، اوبريتنج اهو، والجزء الثاني من اللود ادي اللود اهو. طيب لو انت جيت بصيت كده شويتين هتلاقي ان انت عندك اصفر عارفه، وعندك اخضر عارفه، وعندك ازرق مش عارفه. طيب فين البلت؟ البلت اهو. كل ده التوتال استريس اللي موجود، التوتال استريس اللي موجود. طب ما هو المفروض ان التوتال الاستريس اللي موجود على البلت ما يعديش القيمة اللي يقدر يستحملها السير عشان ما يحصلش فيلير في السير، ما يعديش القيمة اللي بيستحملها السير عشان ما يعديش الفيلير في السير. طيب ناخدها واحدة واحدة بقى. واحد، ايه علاقة الملاحظة اللي عايز لك تلاحظها كويس؟ ان ارتفاع القيمة دي او القيمة دي غير ارتفاع القيمة دي. ليه؟ ادي واحد اثنين، هو ليه البندنج ستريس واقف على الارك اوف كونتاكت؟ ده انت عايز تقول لي ان دي ودي كده، دي ثرو الارك اوف كونتاكت، وعايز تقول لي ان دي كده برضو ثرو الارك اوف كونتاكت. ايوه، ما احنا في الارك اوف كونتاكت، يعني المسافه واحد اثنين السير بيتني فعلي بندنج ستريس، المسافه ثلاثه أربعة برضو السير بيتني فبرضو عليه بيندنج ستريس، يبقى واحد اتنين عليه بيندنج ستريس ثلاثة أربعة. طب هو ليه أكبر؟ قال لك أكبر، تعال نبص ليه أكبر أهو، أكبر أهي أكبر على الرادي الصغير أهي، ده القانون بتاع البيندنج. ولو عايزين نبص عليه كويس أهو، ده القانون بتاع البيندنج. ال اي يانجس مودلز، البي البلت ماتيريال، الدي الديامتر بتاع السمولر بولي، الاس اللي هي الثيكنس بتاعك اللي هي في حاله الفي بلت، الاس هنا اللي هي البي. ريحك خالص وقال لك ان الاس دي صغيره قوي بالنسبه للدامتر فاهملها، طلعت السيجما بيندنج قانون اقدر اعوض بيه على طول الاي البلت ماتيريال في الاس اللي هي البي بتاعه البلت على الدامتر بتاع البوت. يبقى انت تخاف من الدامتر الصغير، عشان كده الارتفاع، عشان كده الارتفاع بتاع البيندنج على الطرة الصغيرة، عشان كده الارتفاع بتاع البيندنج على الطرة الصغيرة هتلاقيه أقل. فهذه الفكرة اللي ايه اللي تاخد بالك منها في الأول. يبقى واخد بالك هنا ان الاس بتاعتك بتساوي البي، يبقى احنا دلوقتي هنا مش مفروض يا دكتور مفروض البي دي في الجدول اسمها اتش ولا لا؟ مش دي في الجدول، ما اسمهاش اتش، الاتش هو في انا اسف يا ولاد، انا اسف، انت صح ماشي كويس، انت خدت بالك.
ادي الاتش طبعا هنعمل حاجه بكوسه عشان يبقى ايه قلنا اهي ديسكورد جبناها تاني اهي احنا عندنا ادي البي وادي الاتش يبقى الاس في الجدول هي الاتش يبقى السيجما بيندنج تساوي البي في الاتش على الدايمتر باعتبار ان الاتش بتساوي الاس مظبوط كده صح معايا يا ولاد انا عرفت دي بقى المره اللي فاتت انا كنت عارف ان في حاجه اسمها بيندنج ستريس كنت عارف بس مش عارف القانون وكنت عارف ده ان في عندي فورس على الكروس سكشن اريا بتاعه البيل واشتغلنا على الاف تي اللي موجوده لان الاف تي اكبر من الاف اس عشان كده لو رجعنا لدي تاني عشان كده لو رجعنا لدي تاني الكلام بقى يفسر بعضيه اللون الاخضر اللون الاخضر بص كده اللون الاخضر اللي هو ده القيمة الخضراء هنا اف تي على الكروس سكشنال اريا القيمة الحمراء هنا اف اس على الكروس سكشنال اريا يبقى انت دلوقتي الفكرة عندك انت الفكرة اللي موجودة عندك انا لو جيت خدت حتة بلتاية كده صغيرة حتة البلتا دي مع الدوران بتتحرك فمرة حتة البلتا دي تبقى فوق في الحتة الخضراء يبقى من ناحية دي FT ومن ناحية دي FT يبقى الاسترس اللي موجود FT على ايه ومرة الحتة دي تبقى موجودة تحت مرة تبقى دي FS ومرة تبقى دي اف اس وتبقى اف اس على ايه طب ما بينهم زي ما انت شايف كده الاخضر عمال يقل يقل الاف تي عماله تقل 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 لغايه ما توصل لغايه الاف اس انا ماليش دعوه بقى احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنشتغل على القيمه الكبيره وخلاص يعني احنا كده بنشتغل على القيمه الكبيره وخلاص ما عنديش ايه ما عنديش مشكله في الايه في الحته دي اللي انا بقى نعم دكتور كده مش هندخل فتيج حسابات الفتيج لاش واحده واحده والله احنا مع بعض احنا شغالين واحده واحده طب يا دكتور معلش الاف تي والاف اس دول اللي هم اف 1 واف 2 ايوه دكتور طب هو كده اللون الاحمر ما بيدلش ان هو ده كده اخطر خطوره صح يعني ده لون عادي بس لا ده لون عادي اه تمام احنا بندور على الارتفاعات يبقى دلوقتي الاصفر من الناحيه دي تخنته غير الاصفر من الناحيه دي انا فهمت ليه الاخضر من فوق كان اخضر اما ابتديت اتحرك مع حركه السير كاونتر كلوكوايز ابتدى اللون الاحمر يظهر شويه وده انديكيشن ان الاف اللي موجوده في التايت سايد بتقل لغايه ما توصل للاحمر خارج بقى دي في السلاك سايد كل الفكره اللي بالنسبه لي عندي شريط ازرق كده انا مش عارف جايلي منين الشريط الازرق ده بيقول عليه سنترفيجال فورس هنشوف يعني ايه دلوقتي بس اللي انا متخيله ان انت لو جمعت الثلاثة ستريس اللي موجودة لازم تكون بتجمع عند النقطة دي يعني لازم بتكون الخط ده الخط ده بيجمع ان هو اكبر اصفر مع اكبر اخضر الخط ده بيجمع انه اكبر اصفر مع اكبر اخضر لو انت كملت كاونتر كلوكوايز الاصفر هو هو بس الارتفاع بتاع الاخضر يحصل فيه ايه
هيقل هيقل. يبقى ده بالنسبه لك النقطه دي بالذات ساعتك انت بتروح تقول لي بقى مجموع الاستريس عندها ايه. طب هي سيجما بيرميسابل دي او سيجما الاوبل دي بتاعت مين؟ بتاعت ماتيريال البلت. البلت بتاعت الماتيريال بتاعت البلت بتاعت الماتيريال بتاعت البلت. يبقى الفكره بالحته بتاعت الاستريس اللي موجود. يبقى انا دلوقتي عارف قانون السيجما بندنج بجيبه ازاي، عارف قانون السيجما فورس على الكروس سكشن بتاع البلت بجيبه ازاي. هي لسه عندي كده ايه، عايز افهم الاول هو اداني كده قانون بس انا عايز افهم الاول ايه موضوع ال ادي السنتريفيجال فورس اهي. بص الرسمه اللي هتحصل طبيعي طبيعي لو انا جيت بصيت على حته البلت دي المسافه دي ايه. طبيعي ايام زمان اما كان بيبقى عندك حاجه كده وعندك مسافه ايه وعندك كتله كده فكان بيبقى في فورس كده ما اف تي اللي احنا كنا بنسميها زمان القوة السردة المركزية. السؤال بقى هو اما السير ده يحاول يتحرك ناحية الشمال كده زي ما انت شايف، هل الشد في السير بيختلف؟ بيزيد بيقل ثابت بيحصل فيه؟ بيزيد من على المفروض بيزيد. بيزيد بيزيد. يبقى ده ممكن يزود لك شد في السير ما يزيد، فده ممكن يزود لك الشد في السير. فعشان كده ده برضه لازم يدخل من ضمن الحسابات بتاعتك في الاستريسز بتاع البلت. عشان كده لو جينا هنا هو بيقول ايه، هو حسبه بنفس القانون ده. يعني هو القانون ده فورس على اريا، هو حسبه فرصة على ايه، بس هو مشكلته ان الشد اللي ناتج من القوة الطاردة المركزية ده هو مش عارفه، هو عايز يجيب. فبقول لك الشد اللي ناتج من القوة الطاردة المركزية دوت ام داش على في. الفي انا عارفها اللي هي السرعة بتاعة السير، السرعة بتاعة السير اللي احنا قلنا عليها المرة اللي فاتت بي باي دي ان سمول على 60,000 المرة اللي فاتت، او باي دي كابيتال ان كابيتال على 60,000 اللي رايح واحده فيه. طيب ايه الام داش دي؟ دي الماس بريولنت لينس. الماس بتاعت مين؟ بتاعت البلت. واللينس بتاع مين؟ بتاع البلت اللي هو عامله كده. عوض بالقيم اللي هو موجوده، عوض بالقيم اللي هو شايفها موجوده، هو شال الاف تي وحطها بالام داش بي سكوير، وبعدين شال الام داش حطها بالام على الال. ال ايه؟ الكروس سكشن بتاع البلت. ال ال طول البلت بقى الفوليوم بتاع البلت. فبقى عنده التوتال ماس بتاع البلت على التوتال فوليوم بتاع البلت يدي لك الدنسيتي بتاعت البلت. يبقى على طول الستريس اللي جاي من القوة الطاردة المركزية ده تقدر سعادتك تعوض بيه برو دكتور. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. هو أنا ليه استخدمت لينث البلت مش الراديوس؟ مش المفروض السنتريفيوجل فورس بتساوي ام في سكوير اوفر ار؟ لا ما ده اثباتات كتيرة بقى هم عاملينها. يعني لو عايز احط لك الاثبات كامل احط لك الاثبات كامل، بس انا ما عننيش يعني، بس هو عشان يوصل للقانون ده كده لا في اثباتات كتيره معموله. وبعدين اصلا الاف اساسا الاف اللي موجوده ام اي اوميجا سكوير اساسا دي المفروض انها تبقى الاف. فمن دي فيها
يعني انت عندك في وعندك اوميجا، الاوميجا والبيشا مع بعض، فهي في تحويله ما بين الاي وال انها تبقى مش موجوده يعني، بس نبقى نشوفها سهله مفهوم كده ولا ايه؟ ليه النسبه دي اللي حضرتك عملتها بتاعت الفي سكوير السهم اللي بيشار عليه النسبه بتاعت ايه اللي مقسومه على 60000 هنا و 60000 هنا اللي هي الفي اللي انا قلت المره اللي فاتت عليه، هي دي باي ولا ايه دي ولا تي باي دي ان باي تمام باي دي ان باي دي ان. المفروض بقى ان انا اجمع الخطوه رقم واحد زائد الخطوه رقم اتنين زائد الخطوه رقم ثلاثه، وبحيث ان المجموع دوت زي ما كانت الرسمه اللي قبلها دي بتقول لي ما يعديش الالاوبل سيجما بتاعه البلت، ما يعديش الالاوبل سيجما بتاعه البلت، ده الحته اللي ايه اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها. مفهوم كده؟ المشكلة بقى في ايه؟ انا دلوقتي شغال في سليبنج بيحصل، في سليبنج بيحصل، يعني ايه بقى؟ يعني الطارة اهي والبلت اهو، خلينا بقى لا في ولا مش في ولا الكلام ده، البلت دي سيكونس في سليبنج بيحصل. ايوه طب ما يبقى في سليبنج بيحصل، يحصل ايه بقى في اللاير الكونتاكت مع البلت؟ الله وير يعني ايه الله وير؟ يعني الخط واحد واحد ده يرجع لورا، كأنها بيحصل انترفيوجر يا دكتور صح؟ ايوه التكلت. انت دلوقتي الفكره كلها في ايه؟ والله كان زمان ده السكنس اهو، حصل وير، اكيد الوير اللي هيحصل هيحصل على السطح اللي جوه مش هيحصل على السطح اللي بره، بقت هي دي الفكره، يبقى ده السكنس الجديد. ايه رايك بقى السليبنج يزيد ولا يقل؟ يزيد يزيد. يبقى الفكره كلها في ايه بقى؟ يبقى انا عايز اضبط الدنيا. القضيه كمان بقى تاخد بالك من نقطه اهم من كده، معنى ان انا بقيت في الشد في الخط اللي لونه ازرق، هل التنشن اللي موجود في البل هيتغير ولا ثابت؟ هيتغير، هيتغير لان السير عايز يبعد عن البلت فهيتغير. من هنا في حاجه مهمه جدا ممكن اللي كانت بتسال فيها شغلان قبل كده وممكن لا مش عارف، بيقول ايه بقى ايه ده بلت تنشن وان تشينج ديورنج اوبريشن ديو تو بلاستيك ديفورميشن او تمبريتشر او وير. البلاستيك ديفورميشن انا خد بالك برضو مقصود بالوير، لو عندك تمبريتشر اللي زي اي حاجه، لو انت عندك تمبريتشر زي اي حاجه ان في عندك دلتا ال بتساوي ال نود في الفا دلتا تي اي حاجه، فبيقول لك عشان بقى فور ذيس ريزون، عشان البلاستيك ديفورميشن فور ذيس ريزون، انا عايز اقول بلاستيك ديفورميشن وعايز اقول تمبريتشر وعايز اقول وير، خلاص احنا الوير فهمنا جت منين. ايه البلاستيك ديفورميشن دي بقى؟ ان هو يعمل شو يعني يتشقق من الشد؟ عندي حته سيره ايه مشدوده من الناحيه دي ومشدوده من الناحيه دي باف تي،
انا روحت داخل لقيت ان الاف تي دي في الستريس سترين كيرف انا هنا، يبقى دخلت في البلاستيك ديفورميشن. اما تدخل في البلاستيك ديفورميشن يعني ايه؟ يعني الطول اتغير وبقى بيرمننت، يعني الطول اتغير وبقى بيرمننت. فمعنى ان الطول اتغير ومعنى انه بقى بيرمننت معناه ان برضو الشد بتاعك هيتغير. يبقى انت عندك ثلاث اسباب ممكن يغيروا لك التنشن. السبب الاولان ان الفورس الاف تي الكبيره تدخلك في الحته بتاعت البلاستيك ديفورميشن. يعني ايه تدخلك في الحته بتاعت البلاستيك ديفورميشن؟ انا النهارده اشتغلت 24 ساعه حلو قوي، وجيت قفلت المكنه وجيت ثاني يوم، ايه اللي حصل؟ ده الاف تي نتيجه البلاستيك ديفورميشن اللي حصل في السير اللي شغال بيها طول النهار دي، خلت طول السير بدل ما متر متر وعشر. جيت تاني يوم الصبح دورت المكنه، انا بقى لا في دماغي لا شد السير ولا في دماغي اي حاجه، يبقى في بلاستيك ديفورميشن حصل من اليوم اللي قبله. ايوه هياثر على الشد بتاع السير. ايوه النقطه الثانيه الوير اللي بيحصل نتيجه السليبنج. النقطه الثالثه ان ممكن يكون الابلكيشن بتاعك في درجه حراره تخلي في دلتا ال موجود، في درجه حراره تخلي ان في دلتا ال موجود. كل ده كل ده قال لك ما فيش سير غير ولازم تركب عليه حاجه بيسميها البيلت تنشنينج سيستم. البيلت تنشنينج سيستم، انت الغرض بتاع سعادتك ايه؟ والله انا بمنتين الشد الاولين. طب بمنتين الشد الاولين ازاي؟ ده هو كان امبارح ب 1000 نيوتن والنهارده عشان البلاستيك ديفورميشن بقى ب 800، فانا هجنريت الفرق، هجنريت الفرق عشان امنتين الشد الاولاني. امنتين هجنريت الفرق، انت امبارح كنت 1000 النهارده كنت ب 800، فانا هدي لك ال 200. طب وانت اما تديني ال 200 هتوصلين ايه كده؟ هوصلك ل 1000 برضه، فانا همنتين التنشن الاولاني. طب وانت عايز تمنتين التنشن الاولاني ايه؟ عشان المعادلات بتاعت التورك، عشان تنقل الباور اللي انت وعدته ان انت تنقل بيها. انت قلت له ان الاف 1 ناقص الاف 2 في ار. طب ولو الاف 1 دي نزلت خلاص، الاف 2 دي لو اتغيرت خلاص، يبقى انت محتاج تجنريت الفرق. طب والفرق جه منين؟ من بلاستيك ديفورميشن حصل في السير. طب الفرق جه منين؟ من وير حصل في السير. طب الفرق جه منين؟ من تمبريتشر ديفرنس حصلت في السير. الفرق بقى كام؟ 200 300 400. عندي اجهزه اسمها بيلت تنشنينج سيستم بتعوض لك الفرق ده، ومعنى ان هي بتعوض لك الفرق ده بتحافظ لك على الاف 1 والاف 2 او احنا زي ما سميناها اف تي واف اس، بتحافظ لك عليها ثابته. معنى كده ان انت بتجرانتي ان انت بتنقل الباور اللي انت حاسب عليه. معنى كده ان انت بتجرانتي ان انت بتنقل الباور اللي انت حاسب عليه. في كام حاجه منهم؟ في اربع حاجات: ايدلر بولي، هيدروليك دامبنج تنشن، وفي موتور بيز سلايد، وفي موتور بيز سلايد، وفي حاجه اسمها بيفيتنج موتور بيز. بص على دي كده، الفيديو ده بيعمل ايه؟ قول لي عمل ايه. بص الشد، بص السير عامل ازاي. ايش يا دكتور هاني؟ روح عند امين الكليه. الدور الاولاني عند معمل السيستم. طيب بص ده تاني كده يا اولاد. خدت بالك بقى اللي داخل دي عملت ايه؟ خلت الشد على البيلت ثابت، مش فلكتويتنج. ايوه. السؤال بقى هنا، هل انت احتجت ان انت تغير السنتر ديستنس ما بين التو بولي ولا السنتر ديستنس ثابت؟ ثابت ثابت.
يبقى الايدلر بول سنتر ديسنسيف. ده ايه ده؟ ده جاب مساعد عربية بسوستة كده. ده اللي اسمه دامبينج او دامبر. برضو قبل ما اول بص اول ما بيحصل اول ما بيحصل الطول بيزيد السوستة بتروح ايه من الخلال تحت. بص برضو دوت السنتر ديستان ثابت ولا مختلف؟ ثابت برضو. ثابت برضو. تاخد الموتور كله بياخد الموتور كله في موتور بيز سلايد ده بياخد الموتور كله بيحركه لقدام وبيحركه لورا. ادي واحد بص دي برضه يبقى انا دلوقتي لو رجعت تاني عندي كم طريقه؟ عندي اربع طرق. الطريقه الاولانيه الايدلر بولي، الطريقه الثانيه الدامبنج، الطريقه الثالثه الموتور بيز سلايد، الطريقه الرابعه البيفيتنج اللي موجوده اللي هو جه ولخصها لي في الصوره الايه اللي موجوده اللي قدامك دي. اللي فوق على اليمين الدامبنج، على الشمال الايدلر بولي، اللي تحت الموتور بيز سلايد، اللي تحت على اليمين البيفوتنج موتور بيز. لو انت جيت بصيت على الشكل ده اللي عايزك بس تاخد بالك منه، اللي عايزك بس تاخد بالك منه كويس ان الفكره دي انا جت في دماغي، اللي عايز تاخد بالك منه حاجه، انت في الايدلر بولي وفي الهيدروليك دامبر انت بتحط بولي. السؤال بقى بتحط بولي فين؟ يعني هنا دي بولي، ده بولي اهو، ودي ما هي بولي. هل البولي من وجهة نظري تتحط في السلاك سايد ولا من وجهة نظري تتحط في التايت سايد؟ السلاك. السلاك التايت عشان تزوده. نعم مش في التايت عشان تزوده. لا ما هي لو التايت لو انت حطيتها ناحيه التايت ما انت ممكن تروح هنا في دي ممكن تبوظ لك الدنيا. خلي الشدات انت دلوقتي السيجما تي اللي انت حاسبها، السيجما تي اللي انت حاسبها انت حاسبها على الاف تي الاف الكبيره على الاريا. اه حاسبها على الاف الكبيره على الاريا. فانت لو حطيتها ناحيه التايت سايد معناها ان انت ممكن تزود الاف تي، معناها ان انت ممكن تزود الاف تي، معنى كده ان ممكن السير يتقطع. تمام صح فاهمني معنى كده. فالبولي اللي انت حطيتها نتيجه الايدلر بولي انت حر، اللي انت حطيتها نتيجة اسمه ايه ده البولي الثانية اللي هي نتيجة الدامبر انت حر، بس تاخد بالك ان هي ما تتحطش غير ناحية السلاك سايد، هي ما تتحطش غير ناحية السلاك سايد. تكتب افكار تانية لو انت عايز تبص تاخد بالك منها كده. ده الموتور اللي بيلف حوالين المفصلة دي. بص وزن الموتور ده السي جي بتاعه في المسافه دي اللي هي بيسميها الاوفر هانج، فدي دايما عايزه تقلب الموتور لورا. فلما تقلب الموتور لورا هتعمل ايه في الشد في السير؟ تزوده زي البيفوتنج كده. تزوده في حاجات في حاجات. بص كده برضو من المناظر كده الايدلر بولي من الاشكال اللي موجوده في الايدلر بولي. بص بيعمل ازاي. دي الايدلر بولي اهو، يروح مركبها على دراع وحاطط وراها تقل بحيث ان التقل دوت هو يخلي لك الايدلر بولي بتاعتك تفضل ثابت، بحيث ان الايدلر بولي ده
هو اللي يخلي لك الايدلر بولي بتاعتك تفضل ثابته وهكذا بقى. وهكذا الدنيا تمشي ازاي وهكذا. مفهوم كده يا اولاد؟ دكتور بس واحد اسمك الاستاد اللي فاتك بحسب الايدلر بولي على التايت سايد. لا انا ما حطيتش على التايت سايد. هي هي فوق اهي بتاعت الهيدروليك. مين قال ان ده التايت سايد؟ هو مين قال ان ده مين قال ان التايت سايد دايما اللي فوق؟ ممكن يبقى تحت يعني. انت مش واخد بالك ان في الرسمتين في الرسمتين الرسمه دي والرسمه دي هو حاطط التايت سايد تحت؟ اوه طب مش شرط. طب وانا بعرفه ازاي طيب التايت سايد فوق من تحت؟ بص يا بيه دلوقتي الموضوع ببساطة بس كان هيبان احسن في التروس لما ندخل في التروس. دلوقتي الموضوع ببساطة اي حاجة في الدنيا درايفر ودريفن. الدرايفر دايما اتجاه التورك عكس اتجاه الدوران، ودايما في الدريفن اتجاه التورك مع اتجاه الدوران. الكلام ده اجيبه منين؟ مش عارف. لو انا جيت هنا اهي خدت ده كده اهو كوبي رحت بيها هناك اهي رسمي كده قدامك، رسمي كده قدامك اكيد ده موتور، يبقى اكيد الموتور ده درايفر. يعني اكيد ده كده موتور مفيش حل، ده موتور. موتور يعني ايه؟ يعني درايفر. طيب فين اتجاه الدوران؟ اتجاه الدوران اهو، يبقى كمان ده درايفر لازم يكون اتجاه التورك العكس. طب هو مين اللي عامل اللي فيه تورك اصلا على البولي والبلت؟ هو التورك بيساوي كام عنده؟ المعادله بتاعت التورك اف تي ناقص الاف ار او اف اس اف ار. يبقى اتجاه التورك هو هو اتجاه الاف تي. يبقى اتجاه التورك هو هو اتجاه الاف تي بتاع التايت سايد، لان انت ببساطه الطرف اللي قدامك اهي ادي اف تي وادي اف اس، مره كده هتبقى اف تي في ار ومره كده هتبقى اف اس في ار. يبقى اكيد الفرق اللي هو ده اللي هو الاف تي ماينس الاف اس في ار. طب ما ده الترك، يبقى لازم هنا تكون التايت سايد هي دي. يبقى لازم تبقى عارف يا درايفر. خلاص هو طالما موتور يبقى درايفر، لازم تبقى عارف هو درايفر ولا دريفن. زي ما انا كده عمياني، زي ما انا كده عمياني في الرسمه اللي قدامك ده، ما هو ده موتور وده اكيد موتور، وكاتب لك هنا اهو موتور روتيشن، ما اكيد ده هنا موتور، وكاتب لك هنا موتور روتيشن. لو موتور روتيشن كده يبقى ده درايفر، ما فيهاش كلام ان دي الاف تي ودي الاف اس. طب ما تيجي نجرب بقى القصه بتاعتك على الطاره الثانيه، لان الطاره الثانيه دريفن. اتجاه الدوران على الطاره الثانيه ثابت ولا بيتغير؟ هو هو زي الطاره الاولانيه ولا هو اللي اختلف عنه؟ زي زيها اهو. ودي برضو اف تي ودي برضو اف اس. هل اتجاه التورك على الطاره الدريفن في نفس اتجاه الدوران الار بي ام؟ طب وانا اعرف منين اتجاه التورك منين؟ هو اتجاه الاف تي.
وصل كده. هو سامي اللي بيكون حاطه ده، ده هو ده اتجاه الدوران اتجاه التورك صح؟ لا لا اتجاه الدوران هو ده بيبقى اتجاه التورك. ده عايزها دكتور هو طب هو المفروض لما انا لما السيرة يقعد يرخي كده مع الشغل فالمفروض الاريا بتاعته هتقل وكده الاسترس هيزيد، فانا بقى بفضل ازود المسافة ما بين السنترين كده بشكل يعني لغاية ما يتقطع، ولا في ليميت معين؟ لا 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 في ليميت. العمر الافتراضي بتاع الراجل اللي بيبيعه بيقول لك تغيره بعد 3 اشهر بعد سنة، المهم ما يتقطعش. فدي الفكرة يعني انا بشتغل لغاية ما يتقطع ولا بشيله قبل ما يتقطع؟ بتشيل اي حاجة في الدنيا مش السير بس، اي حاجة في الدنيا سعادتك بتشيلها قبل ما يحصل لها فيلير. تمام شكرا دكتور. يا دكتور معلش سؤال، هو لما بيبقى فيه وير ودرجة حرارة بتعلى والسير بيرخي مش ده برضو بيقلل البريلود؟ البريلود احنا نسيناه، لان البريلود قبل الدوران، وكل الفيلم اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الوير واللي هو البلاستيك ديفورميشن واللي هو الحرارة الكلام دوت واحنا شغالين بقى. تمام يعني دكتور معلش، هو البريلود اللي انا بحطه على البلت ملوش اي علاقه بالاف تي او الاف اس عامه طالما بدات اوبريشن؟ لا 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 ملوش دعوه. تمام شكرا. دكتور بس حاجه في الفايل اللي حضرتك بتاعه قانون الفايل اللي هو 180 ناقص 2 ساين انفرس دي كابيتال ناقص دي سمول، دي كابيتال ايه ودي سمول ايه؟ القطر بتاع الترا الكبيره والقطر بتاع الترا الصغيره. طب والسي سنتر ديستنس ليه؟ سنتر ديستنس. شكرا. طب دكتور معلش سؤال، معلش حضرتك كنت قلت ان المفروض الفريكشن اللي بيبقى موجود ده كويس في الحته انه مثلا يحصل سليبنج لما يكون في اوفرلود، وفي نفس الوقت لما ما يكونش فيه اوفرلود بينقل الباور وهكذا يعني. تمام حلو حلو. انا اعرف منين ان الفريكشن اللي موجود ده او الدرجه دي هي اللي في نفس الوقت اول لما يحصل لي اوفرلود يبتدي بقى يحصل سليبنج او ما تنقلش الباور؟ هي قيم المعاملات بتاعه الاحتكاك بتاعه البلت والبولي معروفه متظبطه يعني. يعني هي اول لما يحصل اوفرلود عن اللي جاي على البلت هو ما بيقدرش يكمل يعني فيحصل السليبنج. ايوه طبعا طب. تمام. الحته الاخرانيه هنا بقى عايز بس افكرك بحاجه. البتاعه دي بتتعمل سباكه. يعني ايه بتتعمل سباكه؟ بتتعمل سباكه ادي التهشير بتاعها الجوية بتاعت الميل دي بتبقى في حدود 10 درجات. الجوية بتاعت الميل دي في حدود 10 درجات. طبعا عشان العمود ينقل للبولي او البولي تنقل من العمود اكيد بقى في خابور ومجرة خابور اللي هو الكلام بتاع ايه؟ الكلام بتاع الجمال اللي احنا كنا بنحكي فيه. المطلوب زي ما قلت لك قبل كده ان انت لازم تمشي ايدك على البروبورشن. يعني ايه تمشي ايدك على البروبورشن؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال كده اروح جاي. طبعا التخانات دي برضو التخانة دي ما تقلش عن 10 ملي. وعشان تبقى حاسس ان انت ان الرسمة الى حد كبير اما تتصنع هتبقى out of defect، اما تتصنع هتبقى اوت اوف ديفكت، تحس ان الرسمه بتاعتك شيك. يعني ايه الرسمه بتاعتك شيك؟ يعني الرسمه بتاعتك الابعاد بتاعتها متناسبه. تحس ان الرسمه بتاعتك شيك. يعني ايه شيك؟ تحس ان الابعاد بتاعتها
متناسبه. عشان كده ده مش 10 متر، مش 10 مللي قانون، لا تقل، بحيث ان دايما كل ما كانت في السباكه الابعاد بتاعتك متناسبه كل ما دوت هيخليك تعدي على الكاستنج ديفكت كتير، هيخليك تعدي من على الكاستنج ديفكت كتير. الجدول اللي قدامك دوت انا عايز استخدمه او عايز استخدم دي كده الابعاد اهي، لو انا بصيت على ده كده كده يكون دي كده كده، انا محتاج امشي ايدي مره واثنين وثلاثه على الابعاد في مقاس ولا في اثنين عشان عيني تحفظ البروبورشن، عشان عيني تحفظ البروبورشن. يعني ايه عشان عيني تحفظ البروبورشن؟ يعني انا وانا واقف كده اهو انا دلوقتي ايه ده السر بواحد بلت واحد، طب ما هو البلت واحد ما احنا قلنا عليه المره اللي فاتت اسمه ايه، خلاص يبقى المسافه دي ايه يبقى المسافة دي 2 ايه المقاس، ما هو مديني المقاسات اللي انا بتحرك عليها، ما هو العمق بتاع المجرى كله تي اهو، طب ما انا اجيب تي منين؟ تي موجودة من الجدول، يعني ده كده تي اه تي، طب الحتة دي كام؟ والله مسميها هنا بي، بس بسميها بي. وزي ما قلت لك المره اللي فاتت بعد كده عايز ترسم البي بلت، هتسيب ملي من فوق وملي من تحت، ادي البي بلت، ادي البي بلت اهو، وتاخير الدبل هاتش وخلص. محتاج اجرب دي هنا واجرب ديت لو انا عندي 2 3 بولي، ما تنساش برضو ان دي ايه. طب يعني ايه امشي ايدي؟ يعني انا عندي مثلا ورقه مربعات، بعد ما الورقه المربعات انا عايز اجرب على المقاس ال 17 في 11، هشتغل على اني دامتر؟ اشتغل يا سيدي على الدامتر المين ال 125، اروح راسم القطر بتاعي بالاف بالابعاد اللي انا قلت عليها. في الابعاد اللي انا قلت عليها والله انا قلت لك تي، والله انا قلت لك بي، والله انا قلت لك ايه، احتمالك نفسك تبقى محتاج الاف. بعد ما ترسم بالابعاد، بعد ما ترسم بالابعاد دي وتعمل الميول اللي انا قلت لك عليها ب 10 درجات وتعمل العصب ده، احنا طبعا بنسميه عصب ما يقلش عن 10 مللي، واخد في اعتبار ان هي تبقى شيك او دخلت جبت رسمه ليها، بعد ما بترسمها مره بالابعاد تقلدها بعينك من غير رسمه بالابعاد، يعني عينك تفضل تبص كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي، تبص كده من الناحيه دي ومن الناحيه دي. محتاج اعمل البتاع دي كم مره؟ على الاقل على مقاسين مختلفين عشان عينك تحفظ البروبورشن. مره مثلا هقول ان انا عندي البلت بتاعي او الطره بتاعتي شايله بلت واحد، ومره اقول ان الطره بتاعتي شايله ثلاث بلت. مره اقول ان البلت بتاعي شايله الطرة بتاعتي شايلة بلت واحد، ومرة أقول إنها شايلة ثلاث بلت. فهعمل مرة عند مقاس مثلا على سبيل المثال 17 في 11، هعملها مرة ببلت ومرة بثلاث بلتات، أرسمها بالدايمنشن زي ما أنا قلت وأكررها بعيني فري هاند مرة أو مرتين. عايز ترسم بالمسطرة كررها بعينك بالمسطرة من غير ما تقيس أبعاد، أنا عايزك عينك تحفظ على البروبورشن. تعملها مرة ل 17 في 11، تعملها مرة 25 في 6، بحيث ان انت في الاخر لو معاك مقاس السير تقدر ترسم البولي بان بروبورشن، بحيث ان انت لو معاك السير البي في الاتش تقدر ترسم البولي ان بروبورشن. ده المطلوب اللي احنا عايزين نقول عليه، مفهومه دكتور؟ هي نعم. الرسمة سيمتريك حوالين السنتر لاين، ارسم بس الجزء اللي فوق ما كملش الجزء اللي تحت؟ لو زميلك رسمها كلها هو ياخد الدرجة كلها وانت هتاخد ارض. تمام. طب دكتور، هو الميد تيرم نزل الجدول بتاعه دلوقتي ان الامتحان ساعة، فالامتحان كده هيبقى 5 سؤال ولا ايه؟ لا، الامتحان محطوط لنا ساعة، لكن احنا الامتحان مش هيقل عن ساعة ونص، انا في ادارة الامتحانات وعارف.
طب هو هيبقى كام سؤالين ولا اكتر ولا ايه؟ جزء للدكتور سامر وجزء يعني انا النهارده كده الجزء بتاع اللي جه في الامتحان خلص اللي هو الفيبل يوم الثلاثاء انا داخل في موضوع جديد مش هيدخل. تمام يعني الفيبل موضوع في الامتحان. ايوه بالمسائل بتاعته كده. ايوه محمد داخل كله يا دكتور. هو انا لما حاجه ارسم هو الدكتور مايك اتقفل اصلا. بس هو الجيرز داخله. لا اخرنا المحاضره دي. لا يا ولاد معلش النت فاصل يا دكتور. معلش وانا لما اساس رسمه البولي عشان وانا بتدرب هو ابعاد البيلت وانا حابني عليها بقيه الحاجات. اي ايوه دكتور عندي سؤال. دكتور هو لو كان في اكثر من البولي اكرر نفس الرسمه دي كلها صح جنب بعض لو ايه؟ لو كان في اكتر من بولي بكرر نفس الرسمه دي جنب بعض كده ما فيش حاجه بتختلف يعني. يعني ايه لو في اكتر من بولي؟ وفي حاجه اسمها يعني في اكتر من بولي مش فاهم السؤال. اكتر من بيلت ولا ايه؟ اسف انا قلت جرب مره عند بيلت بواحد ومره وجرب مره عند ثلاث بيلتات. ما انا قلت كده. دكتور في اللي هو انا بحسب بيه النمبر اللي انا محتاجه لو كان مثلا الموتور بيطلع باور معينه وفي افشنسي مثلا 80% فبتوصل بباور اقل انا بعوض البي 2 باور الموتور ولا بعوض بباور بعد اللي بيوصل زي ما انا قلت احنا بنعتبر ان الافشنسي 100%. دكتور هو انا بجيب الكهات اللي في القانون ازاي؟ زي ما قلت المره اللي فاتت شوف الكيس الابلكيشن بتاعها وتجيب الكي 1 على حسب الثيتا والكي 2 انا قلتها في القانون المره اللي فاتت في المعادله. يعني هو هيديني جداول في الامتحان ايه تاني يا ولاد؟ السلام عليكم. عليكم السلام.